مرحبا بمتابعي قناة معاني الأسماء. معنى اسم جهاد وصفاتها الشخصية. قد يكون اسم جهاد من الأسماء التي لم تعد منتشرة بكثرة في الدول العربية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا يقلل من قدر الاسم وكونه أحد أفضل الأسماء التي يمكن أن نطلقها على أطفالنا، حتى وإن اختلفت السنوات والعصور خاصة مع ظهور بعض الأسماء الحديثة، إلا أن هذا الاسم يظل من أكثر الأسماء الملائمة لطبيعة المجتمع العربي، خاصة من الناحية الدينية. معنى اسم الجهاد بالتفصيل. فيما يخص معنى اسم جهاد، فهو قد ذكر في معاجم اللغة العربية، ومن ضمنها معجم المعاني الجامع الذي دائما ما نذكر المعاني التي ذكرت به. واسم جهاد قد جاء من الفعل جاهد الذي يوجد له العديد من المعاني، حيث يقال جاهد الشخص، أي حاول وسعى بجد وبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق هدف ما، كما يقال على منع النفس ومحاولة البعد عن الشهوات والمعاصي بجهاد النفس. أما الاسم نفسه وهو الجهاد، فهو الآخر له أكثر من معنى، حيث أن الجهاد هو الأرض الصلبة أو الصحراء، وكلمة الجهاد بصفة عامة تقال على الأرض التي نبتت أم لم تنبت، ويقال أن الرسول الكريم قد نزل بأرض تعرف باسم الجهاد، كما يقال الجهاد على ثمر الأراك، وأيضا الاسم يعني الكفاح والمصابرة. وعن معنى اسم الجهاد من الناحية الدينية، هو القتال للدفاع عن الدين والوطن ضد الأعداء وبصفة خاصة الغير المسلمين. والجهاد في الإسلام هو قتال ليس له ذمة، ويقصد هنا الكفار. والجهاد هو استفراغ الإنسان كل ما في وسعه من قول أو فعل من أجل تحقيق الهدف المنشود. الأصل من تسمية جهاد. جاء استخدام اسم جهاد كاسم عالم عند العرب قديما، خاصة بعد نزول القرآن الكريم على الرسول محمد. والاسم عادة يتميز بأنه ذات طابع ديني، لأنه قد ذكر في القرآن في العديد من السور، مثل سورة الحج في الآية رقم 78، حيث قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده. وأهم ما يميز اسم جهاد أنه اسم عالم مذكر ومؤنث معا، ولكن يكثر استخدامه في الدول العربية المختلفة للإناث. صفات حامل اسم جهاد. توجد عدد من الصفات التي تشترك فيها الفتيات المعروفين باسم جهاد، ومعظم هذه الصفات جميلة، ولهذا سوف نقوم بذكر بعض منها. أولا، الرقة والأنوثة التي تظهر أثناء حديثها. ثانيا، الطيبة الشديدة والبراءة التي تنبع من قلبها الأبيض. ثالثا، تحب الهدوء ولا ترغب عادة بالتواجد في الأماكن المزدحمة. رابعا، تعشق المكوث في المنزل عن تلك الزيارات المصطنعة. خامسا وأخيرا، علاقتها محدودة للغاية، مما يجعل دائرة الثقة الخاصة بها محدودة للغاية. دائما نحن في انتظار أي استفسار يخص أسماء العلم من خلال متابعة تعليقاتكم. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.